السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. هذول شو الصواريخ انتم اليوم؟ قامت كتائب وتجمع الغوطة الغربية بريف دمشق بعملية باستهداف الفوج 137 بعملية نوعية شاركت فيها كافة الألوية والكتائب في المنطقة في الغوطة الغربية، وقد تم تدمير مستودعات الذخيرة في هذا الفوج بالإضافة إلى اغتنام ذخائر وصواريخ متطورة مضاد للدبابات من طراز فاغوت. وهذا الصاروخ يعتبر من الجيل الرابع للصواريخ، ويعتبر من الصواريخ المتطورة جدا، حيث أنه يحتوي الصاروخ الواحد على 7 حشوات، 5 منها خارقة واثنان شديد الانفجار. يعتبر هذا الصاروخ بمثابة تعادل قوته 3 صواريخ كونكورس مجتمعة سوية. الله أكبر. على الأقل يعتمد نظام التتبع الليزري سهل الإطلاق. بإذن الله إن شاء الله رح تكون هي الصواريخ، ورح تحول هي الصواريخ الدبابات لمآبر متحركة إن شاء الله. طبعا هذه إحدى الذخائر التي اقترمها الجيش الحر من الفوج 137 استهداف اليوم الأحد 11/8/2013 الفوج 137 صباح في الغوطة الغربية. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.